هلا شو عطوا قررتوا اخر شيء؟ حبيبي رح نقعد عند انطوني بالبيت لانه كلهم جايين لعند انطوني. طيب هلا ما تفسري لي هلا، ما انت بتعرفي عقلاتي وبتعرفي لي راسي، خلص ما بقى تحكي. طيب هلا خلص 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 هلا هلا هذا صاير ها؟ انا حصلت ما بقى فيني. ليه شو بدك؟ شو بدك؟ ليك بدك تطلب شيء؟ ما بعرف انت بدك تشرب شيء. لا لا خلص لا ولا هو بدك تشرب شيء؟ لا 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 خلص ما حدا شرب شيء حبيبي ما صار شيء بالغلط مسكين اكيد يا حوف تفكر ولا بدك شيء؟ لا لا ميرسي ضيق ايه؟ خبره ما ضيق ايه يا حبيبي لا لو ضيقني كنت دغري خبرتها ما قال مطفي كثير بالمره هذيك الزلمه ضيق ايه يا حبيبي بيطلب تاكسي ايدك ايدك طلبه بتشيل ايدك عني قاعد وياه ناطره للتاكسي وبعد بيجي مكان يجي ووقف قدامه يا عمي في مره دق لي قال انت دهني قلت له خلي انت دهني الله حطي عينك بعيني هلا شو شكله حطي عينك بعيني عم يزعجك خليني دق له بشرفك وبركي بالجنه هون 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 لا ما صار شيء ما صار كثير هلا بالغلط كثير هلا دولا ما دمعت شو بلا ذوق هالعالم كثير هلا ما يزعجك حياتي ما عم يزعجني خلص بقى خلص ما يزعجك لا خلص طول بالك هلا اذا اجى شو بدك